من المثلوثي حارس مرمى نادي العدالة يتحدث للزميل مساعد النمشان بعد مباراة اليوم في الحسا. والله الحمد لله، يعني تعرضت لإصابة تقريب في الكرة الثنائية بيني وبين اللاعب أبها، معناها كان تصادم بيناتنا، والحمد لله إن شاء الله خير. وذاك الفائدة أنه معناها حاولت أني باش نكمل المقابلة، لكن ما قدرت، معناها ما نجمش نلعب بأقل من إمكانياتي مع الفريق، واللي عوضني مع كان أحسن كان خير مني، معناها في بقية المشوار الشوط الثاني. الحمد لله ربي وفقنا، وذاك المهم، معناها الإصابة إن شاء الله خير. وكاو الكشف المبدئي بين عبارة عن شنو الإصابة؟ والله شوف، ما نجمش يعطيني حد شيء، تو الطبيب غدا إن شاء الله نعمل الفحوصات اللازمة، وإن شاء الله نكون حاضر في أقرب وقت إن شاء الله. تعرف انه مقابله مهمه جدا بالنسبه لنا احنا، بعد ما فرطنا مع النقاط في التعاون، اكيد مقابله اليوم ما عندناش خيار، كان الانتصار. والحاجه الباهيه في الفريق نتاعنا انه كل ما ننزلوا في اي مقابله ننزلوا بعقليه الانتصار، هذاك اللي يخلي معناه في توازن الفريق، وان شاء الله بقدره ربي ما ناش باش نبخلوا في كل مقابله، نلعبوا على امكانياتنا صحيح، لكن ثقتنا في روحنا كبيره، وثقتنا في المجموعه نتاعنا وفي المدرب نتاعنا. ان شاء الله نكونوا حاضرين كما يلزم في المقابلات الجايه. 3 نقاط مهمين ننساهم، ونحضروا مقابله الفيصلي باش تكون اهم. نحاولوا ناخذوا بازيد النقاط باش نجموا بقدره الله نخدموا في كل الظروف المرتاحه ان شاء الله.